وينضم معنا من بغداد أحمد الجميلي الصحفي العراقي. أهلا ومرحبا بك بداية أستاذ أحمد، كيف تقيم وضع التظاهرات في العاصمة بغداد وقت وعد المتظاهرون بتصعيد أكبر في مليونية اليوم الجمعة؟ نعم، اليوم ساحة التحرير تشهد توافد الآلاف من المتظاهرين من مختلف أنحاء العاصمة العراقية بغداد، حيث وصل المتظاهرون منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن يواصلون التجمع في ساحة التحرير. هذا اليوم كان العدد واضحا أن العدد كبير جدا، وهو ما أثار فرح المعتصمين الدائمين في ساحة التحرير. اليوم شاهدنا كيف أن جموع المتظاهرين شاركوا بمسيرات وبتظاهرات ورفعوا مختلف الشعارات والرايات التابعة للمنظمات الدولية وللأمم المتحدة وكذلك لمنظمة الأوروبي في رسالة إلى الكيانات الدولية من أجل التدخل في الشأن العراقي ومحاولة تطبيق الشعارات التي لطالما ترفعها منظمة الأمم المتحدة بحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المواطنين أيا كانت جنسيتهم. اليوم هؤلاء المتظاهرون وجهوا وبعثوا برسالة صريحة للأمم المتحدة وكذلك للاتحاد الأوروبي بضرورة التدخل والحماية الدولية وإنجاز انتخابات. طيب، يعني بذكر أستاذ أحمد بذكر الحماية الدولية، المتظاهرون رفعوا في العاصمة وذيقار أيضا لافتات تطالب بتدخل دولي لإنقاذ ثوار تشرين وإنقاذ العراقيين. يعني برأيكم قمع السلطات إلى أي مدى تسبب في وصول الأمور إلى هذا الحد ووصولها إلى طريق مسدود؟ نعم، القمع الحكومي لم يعد يخفى على أحد، هنالك أدلة تأتي وباستمرار وتخرج باستمرار بالصوت والصورة وبمقاطع الفيديو الواضحة التي تظهر كيف أن القوات الحكومية وترافقها ميليشيات تابعة للأحزاب السلطة تمارس القمع وتمارس القتل بحق المتظاهرين. هذا الموضوع لم يعد خافيا على أحد، وهو ما أدى إلى صدور بيانات اعتبرها المتظاهرون بأنها مواقف إيجابية من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخار في العراق يوم أمس، عندما أصدرت بيانا أشارت فيه إلى ضلوع ميليشيات أسمتها بميليشيات غير منضبطة وتمارس عمليات القتل والخطف والترويع بحق المتظاهرين، وهذا تطور إيجابي يشير مرة أخرى إلى نجاح وتحقيق أهداف التظاهرات والمتظاهرين، حيث أن صوتهم أصبح مسموعا من قبل هذه المنظمات الدولية، وهو ما سيؤدي إن شاء الله لتحقيق بقية أهداف الانتفاضة العراقية. طيب، دخول الطلبة على الخط في التظاهرات كيف انعكس على زخمها لا سيما في العاصمة العراقية بغداد؟ نعم، من أهم وسائل قوة التظاهرات في العراق هو أنها تظاهرات اعتمدت بالشكل الأساس على الطلبة الشباب، طلبة الجامعات وطلبة الكليات الأهلية وكذلك أعداد كبيرة من طلبة الإعدادية في العاصمة بغداد بالتحديد. كل يوم أحد تشهد ساحة التحرير توافد الآلاف من الطلبة وهم يرتدون ملابس الجامعة، القمصان البيض والزي المعروف للجامعات العراقية. هذا في الحقيقة يعني أدى إلى إضافة زخم كبير لحركة الاحتجاج في العراق، وأعطى نفس طويل إن شاء الله سيستمر من أجل إدامة زخم هذه التظاهرات. يوم الأحد القادم أيضا هنالك دعوات مليونية طلابية سيشارك فيها
أغلب طلبة الجامعات والكليات في بغداد، وإن شاء الله ستكون مظاهرة يوم الأحد القادم مظاهرة مميزة تؤكد على المطالب التي رفعها المحتجون بترشيح شخصية غير جدلية وغير حزبية وإقامة انتخابات مبكرة تحت إشراف دولي. نعم، الصحفي العراقي أحمد الجميلي كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد، شكرا جزيلا لك.